نعم شروق، يمر السودان بأزمة سياسية معقدة منذ وقت ليس بالقريب. هذه الدعوات من تنسيقيات اللجان بولاية الخرطوم دعت إلى الخروج اليوم في مظاهرات لا مركزية وفقا للجدول الجديد الخاص بشهر يونيو، وهذا الجدول يضم مظاهرات مركزية وأخرى لا مركزية للمطالبة بالحكم المدني وأيضا محاسبة قتلة المتظاهرين. حدد الجدول أيام 16 و30 من هذا الشهر مظاهرات مركزية، وأيضا 23 و27 من الشهر الجاري الذي نحن فيه شهر يونيو لمظاهرات لا مركزية. نحن الآن في 6 من شهر يونيو وهو اليوم الخاص بالمظاهرات اللامركزية التي تنتظم عدد من المدن هنا في ولاية الخرطوم وعدد من الأحياء. هذه التظاهرات شروق لم تهدأ منذ 25 من شهر أكتوبر الماضي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، أي الحكم المدني. وهذه التظاهرات قالت التنسيقيات إنها لن تتوقف حتى تتحقق كل مطالب الثورة، ثورة ديسمبر والخاصة بالحكم المدني ومحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين. في ذات السياق، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال إنه قد فرغ من تحديد رؤيته الخاصة بالانتقال الديمقراطي، وعن طريق هذا التصريح الصحفي الذي أبانه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن هذا الحراك هو بهدف توحيد قوى الثورة لمجابهة الراهن السياسي، وأيضا لضمان استمرار وفعالية هذا الحراك، إذ إنهم يراهنون على الشارع في تحقيق كل مطالب الثورة. إذا هذا الحراك شروق مستمر بحسب هذه التنسيقيات وبحسب مركزية قوى الحرية والتغيير، مستمر حتى تحقيق مطالبه، وما زالوا في شعاراتهم طيب لا شراكة طارق، لا شرعية، لا اتفاق ولا مساومة. طارق، أيضا يسير بالتزامن مع هذا الحراك الشعبي، هناك حراك سياسي لمسؤولين أمميين لدعم العملية السياسية في السودان. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور السودان اليوم ولمدة 4 أيام، ما التفاصيل حول هذه الزيارة؟ نعم شروق، في خضم هذا التعقيد السياسي في السودان تم الدفع بعدد من المبادرات، إذا كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو أممية، وهذه الأممية تمثلت في بعثة اليوني تامس هنا لدعم الانتقال الديمقراطي برئاسة فولكر بيريتس. هذه البعثة الأممية عملت قبلا على تسهيل هذا الحوار عن طريق المشاورات، وقالت إنها تتيح منصة اليوني تامس لكل الفرقاء ولكل الأطراف السودانية. أخيرا تشكلت هذه الآلية الثلاثية التي تضم اليوني تامس الإيجاد والاتحاد الأفريقي، وهي أيضا تعمل على تسهيل الحوار بين كل الفرقاء والأطراف السودانية. زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية للخرطوم موليفي هذه الأيام سوف تلتقي عدد من المسؤولين وأصحاب المصلحة وأيضا الفاعلين السياسيين بالسودان، أيضا في ذات السياق لضرورة الوصول لحل سياسي مرضي لكل الأطراف. وكانت الخارجية الأمريكية قد حثت أو قالت إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية سوف تحث كل الأطراف السودانية وكل الفرقاء على ضرورة اغتنام فرصة وجود البعثة الأممية، وتعني هنا اليوني تامس، وأيضا الاستفادة من ما تقوم به الآلية الثلاثية. هذه الآلية الثلاثية التي تعمل على تسهيل الحوار بين كل الأطراف لجهة بحسب الخارجية الأمريكية إحداث تقارب لكل الفرقاء، إذ إن العملية السياسية الشائكة وبحسب مراقبين ألقت بظلالها السالبة على أوجه الحياة كافة. إذن هي مبادرات محلية إقليمية دولية أممية في محاولة إلى استكمال مسار الانتقال الديمقراطي الذي يشهد تعثرا كبيرا لربما من خلال الآلية الثلاثية ومن خلال هذه الزيارات الأممية، لربما يحدث اختراقا في المشهد السياسي السوداني والوصول لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي بحسب مراقبين. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا طارق بابكر.